أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكفي درسني عدان غزوة أحد. لا شك أن هذه الغزوة أخذنا منها دروسا كثيرة. ما كنزر ما يثمثن ما نقرك الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ما وش المقصود إكراه الناس على الإيمان؟ ربي ند لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، في أواخر سورة البقرة بعد آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. المدينة رب سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إذن من مبادئ الإسلام في مقرنين عدم الإكراه على الإيمان. ربي ندي الله ينظر وهديناه النجدين. ربي يفقن سيني بردان أفريد من الإيمان أفريد من الضلال، وإن يفغان أذي ذبع أفريد يقفغى أثي ذبع أثي ظفر. ولكن يكل الغزوات سعانت الأسباب. تزرم مثل كنت عدان لناد غزوة أحد سعى السباث برمي السباثينس لناد سبب سياسي، أي غر لأن المشركين قريش خسرا دي المعركة بدر الكبرى، في غزوة بدر صافي فغانا درن تسار فغانا درنا مكان السن يسن روحا ذي الجزيرة العربية بين قبائل العرب، يعني أميك ثنهزم ثخصرم وكذا محمد صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة ينس صافي لقدر المتصار. المهم نحكي ذاك تمثال ند هناك سبب سياسي سبب اقتصادي حتى سبب نفسي، معناتها باش صندوغال الاعتبار صندوغال القوة النفسية المعنوية. غزوة أحد المرحلة الأولى مرحلة فيها انتصار، أسمث كفى المعركة، انسحب المشركون من أرض المعركة فرنسي، وهذه من الأعراف يقول لنا ذي الوقت ذي المعارك، انسحبوا فرنسي أرض المعركة وطبعا بهزيمة المسلمين، انهزم انسلم في غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام تفقد شهداء أحد، يروح يبدا ذاك في الاسم أكن ملان، أما سعد بن الربيع، أما حضر بن أبي عامر، أما كذلك مصعب بن عمير، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، حمزة وغيرهم. بعد الناس النبي عليه الصلاة والسلام الناس أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ذا ولا قد ينا يشهد في اللسنس الخير، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. ماشي ذين سهلا ذين وعرنطاس باش مثل يعني شهداء، عدد كبير من الشهداء يقموثن في غزوة أحد، ولكن يشهد في اللسن النبي عليه الصلاة والسلام سلخير سوى وليسي مدينة أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفنهم بدمائهم لم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وزرم الشهيد لا يصلى عليه، وزرم مثورنا كنا ضحكان يعني المجاهدين ناس نروحك الشهيد مثل الشهداء من تزرت وزالنا خطر ذي الفقه الإسلامي. الشهيد انطلي ثكني قلا أكني قلا سلبسين سيدامنس أورث سيريد أورث الزيزدي أورث ظل فلاس. تصلي عليه الملائكة، ملائكة الرحمن يفكسنا ربي فضل كبير الشهداء، ماشي ذين مزين ماشي ذين خفيفين ذين قرنطاس، هذا هو فضل الشهيد. وربي يدوى تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ماشي ذين سهلا، ولكن ما يفكيون الروح يسيو ضمن ربي يوث الروح يسعى ماشي سناف يوث يفكى سيو ضمن ربي. وربي سبحانه إني كنت نحسب ثرب لموثن بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإثني سيرمن سيرمن باش وقال فرنسن أذفعن غضفرنا فرنسن وكل شهيد يسير مس دوغال الروحيس باش دوغال الدوليث باش هذه مثلا في سبيل الله باش هذه في سبيل الله خطر إمي يفكاس نربي المقام علين يفكاس نربي منزلة سامقة منزلة رفيعة جدا الدرجة علينا سنفك ربي بلا شك أكني فرحا سيرما أدغلا وذمثا في سبيل الله عز وجل. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر لعلم الجميع صلى الظهر قاعدا لكثرة الدماء والجراح خطر الفرنسي الحرب كفى الحرب قبيل الظهر يظل يسن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم سيغيمي وظل إذ الصحابة الفيرس سيغيمي طر معركة كبيرة جدا جماعة ماشي على ديستانس ماشي ثقيل معركة مباشرة باش يدير في ذيون السيف وذي تحارب الصرايس كامل في ظهر نسيق لحوم ذي الرمل ذي فاذ ماشي ذين سهلا يعني ودي وظهر الرسالة جماعة الخير أرغورنا باطل في وضد سلعثاب في وضد الاجتهاد في وضد استضحيات الجسام في وضد ماشي سوين سهلا لذلك باش هذا نحصو يظل يسن في صلى الله عليه وسلم سي غيمي خطروا لي الزميرة ليفد من كثرة التعب العقوم أم قران ماشي شويط يظل سي غيمي صلاة الظهر ظل فيرس الصحابة كذلك قعود. من بعد توجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء دعاء طويل يعني يعتبر من الأدعية الطويلة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذكر بعض المقاطع من هذا الدعاء الكبير إنس اللهم لك الحمد هزور كان الحمد معناه لا يحمد أحد على مكروه سواه أين ديفك ربي مرحبا مرحبا استكشر ربي أم كيف غد الهزيمة ذم الخسارة الشهادة مؤذن وكذا ولكن مع ذلك إزوار كان سلحمد نيس اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت المسينا اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف المسينا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين توفنا مسلمين طبقا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني ثم ميليون يعيش الدنيا ثقين يعيش بعد ثم ديثيس ذيريس يموث ماشي دين سلم زرنا شو يبويل شو يبويلس ولكن ما إلا يعش دين سلم يموت دين سلم ذواقي إذا يروج ورنكفو ورنفنو ورنحفو يسعى كنز كبير لذلك ربنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء إن يا ربي اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين نحن ذي عيش بلاد ذي الحياتيس دين سلم الخاتمينس ذين سلم ثم ديثيس ذي مث ذين سلم وألحقنا بالصالحين العلماء اللي علقوا على هذا الحديث سبحان الله هو النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين هو إمام الأنبياء والمرسلين وكنا سيقار وألحقنا بالصالحين تجي فكرة مهمة معنى مقل تواضع النبي
صاحب المقام الرفيع نبي مرسل، ولكن تقرأ وألحقنا بالصالحين، عدة إشارات. الإشارة مزواروث باللي لان الصالحين الذين سبقوه، يعني لان وقادي زوارا ذي الدونيس قفلة ديس النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصالحين. وعلى رأس هؤلاء الصالحين الأنبياء صفوة الخلق، زوارني مزورة، إزوار سيدنا يعقوب، إزوار مغار الأنبياء، سيدنا نوح، سيدنا يوسف، سيدنا يونس، سيدنا إلياس، لما ينظر سيدنا موسى، سيدنا هارون، سيدنا عيسى، سيدنا يوسف بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكن ملان. وصل الوياض سيدنا الخضر لفلان الصالحات من النساء، مريم آسيا زوجة فرعون، ومريم العذراء والدة عيسى إلى آخره. يعني لن الصالحين لن الصالحات. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجامع يناد وألحقنا بالصالحين، تجي إشارة باللي لن الصالحين يكزورني مزورة. في السنف رسالة الإسلام رسالة الصلاح، إصلاح الفساد. أكون ديل الفساد، أكون ديل الفساد، أتوض رسالة الإسلام باش تزيزدي أتكسك أين لغن وتصلح أين فسدن أين خسرن. الحاجة الثالثة ما كنت زرم سمحتي أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتوالي الصلاحة قاذية وضميم سلاون قاذاون يكحرفن، أتوالي من بعد ما نوض إلى فتح مكة أبو سفيان إنسان ذي القائد الإسلام قران ذي المعركة يجي. ولكن إنسان يغالك شم الإسلام أبو سفيان، يغالك شم الإسلام، يغالك ذي النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى في ذس ذي فتح مكة. أسمث قصة عجيبة سنحكيها إن شاء الله ما نوض الغرس دي لنا تقريبا بعد حلقتين أو ثلاث حلقات. أنا ظرف فتح مكة عند النبي صلى الله عليه وسلم مسينا من دخل المسجد فهو آمن، ونس من المسجد الحرام في مكة فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. لذلك يفكيس الشانس باسكو ذفن الشان غسم ذي الكفر قلا ذي الشرك وكذا يسعى القيميس يسعى القراديس يحرز القرادنينس يفكيس القيمة سيميدي يفكي الله فاظوراقي في صلى الله عليه وسلم. ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أم بعد يختمي سينس ومن دخل بيته فهو آمن، خطر أبو سفيان سيقرب شبك أهل مكة ديش من سخامي وخامي وضيق ورزمات ديش من أهل مكة. وخالد بن الوليد إلى السبب من أسباب الهزيمة جن سلمان في غزوة أحد أكا أذيغان من كبار المسلمين أذيغال سيف الله المسلول، سيف الله المسلول خالد بن الوليد أكيس اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مما سيدي حضر ذي مثل نحكم بعد تاريخ وفاته يعني الحادثة الوفاة نس ينس ولش ذي الصورينو ولش أمكان يكسلخن إما من ضربة رمح أو من ضربة سيف ولاش أبرنك أموت كما تموت البعير. يعني طبعا تجي دائما القادة والزعماء الكبار والفاتحين الكبار ويفغى نرد مثلنا هكذا ذي الفراش القسو يفغى ذي مثل في ساحل الوغى، كل هذا سيرد إن شاء الله بعدين. ولكن يفغى دينير ميسي النبي عليه الصلاة والسلام وألحقنا بالصالحين والصلاح أي غرمين ذي القرآن من دينار سبحانه يهدينا الصراط المستقيم. لكن قال صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم؟ ونظرنا التفسير من الآية دي سورة الفاتحة يسد دي سورة النساء الآية 69 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين كمل والصديقين والشهداء والصالحين. من بعد ربي ناد وحسن أولئك رفيقا. أما السعد بن أريسعني رفيقني سدوي قذك هاتني الأنبياء صفوة الخلق، الصديقين نهضرت في الاسم، وكذلك الشهداء ومفك ربي الشان علين سلامة الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الآيات.
وبعدين هو الصالحين. وذي الخبر بالإمام الشافعي رضي الله عنه الناس أحب الصالحين ولست منهم، شي نحمل الصالحين غاش ماشي السيسن. ولكن مقل الذوق والحذاقة والحكمة، أحب الصالحين ولست منهم، الناس لعلي أن أنال بهم شفاعة خطر يوم القيامة رب سبحانه يأذن لبعض الخلق باش يشفعون في الخلق على رأس أولئك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شفيع المذنبين، صاحب الشفاعة ثم قرانت ذنت صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحفظها وكثير مسالكي باش ونغفلها. ذي تصرف ذي الأسلوب التربوي زي تكنا سازال أي غراها ثسا يخص تصيق خصا خاصة للجانب كاين التربية. مش فاد كان زيك لونسيان ايكول اوكسينتو المخلف بكل الشيخ مزيك يفنى 100 مرة يفنى سوا طاس خاطر الأمور التربوية ستكن سازال المدرسة مازال نسولي على قزداتي يعني اللي قديم الله يبارك المدرسة القديمة الجانب التربوي تسكن سازال مليح. ذي الوقت الإمام الشافعي، الإمام الشافعي في كاس ربي ذاكرة الحفظ الحافظ العجب شو الكاميرا تخدم ما كانت فوطي كلش. ورد في بعض الآثار إنه ما يبغى هذه غرثة كثاف إلى قلاباج ريوالي إلى قد يغم ثايض خطر أين ولا يسكن يثيد أسني الوسان يروح هذه غرة يحفظ رمليح الحفظ ينس فابل يفيبلي يروح ديت الشيخ الناس شو يضره الناس نكول فغ الله يبارك كاين واث ولا يطي يكشمل لا غيو ثولو لحفظ غره شو يصير الناس تعصب ربي دياغنوستيك ديريكت الناس بدا متعصب ربي ذا ينسي بوسا وتحفظ غره حكى لي داكي ثمول سنه غيو الناس سين تجار خدم التجاره مقرص من بعد مصوض النهر الشرع لا جوستيس الحاصل تسمين كارن وكذا يروح يون ريون قمغارن ذاك يجي هاي نعزاز قاع حكالي تسوق اسم اسمه كي داوي ان شاء الله لا مغار ثق الضرع تقديم يعني خور سنين عجبا الذي الشريك ذي مدوك الخير ربح نربح مليار وغال نمسف صدق هذه لا جوستيس اني اهث سميت خدم من الشركه وثلا مارس اللوضو فلاحي كان والله راح تضغط في الاستاجي بكل صراحه ثورة ميديو ستو جارة خدم من انكونترا سيني خدمت اللوضو أغف اللوضو بعد خدم من الشركة مولا الشركة نون مش تروح تنقص البركة مباشرة إني سميت خدم الشركة ميت خدم العقود أهث ماشي اللوضو ميت اللام هذا ثورة دوغالا غرثاقي الشافعي إناس الشيخس تعصي ربي وتسير سياسة معصية إذا شو سيرنا بعد الشيخيس إن يستمسني العلم ذو النور نسيدي ربي النور في تسكري لعظ العاصي والشافعي إذا حدث بوالي بوه إذا سفرو إنك شكوت إلى وكيعين وكيعين الشيخيس إنك شكوت الشياغي الشيخيو شكوت إلى وكيعين سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي نور دونوس فريشوريس ثورة يونا ذي قار يخدم الغش هذي قار يرنا يغش ومثني راس من الغش أنا فليس منا أشي مثل ذي البطاطا ماشي ذي القرايا القرايا وثفي مالك طاق على من طاق بلوتوث المهم غش إلى آخره أدو غلغر الإمام الشافعي إميسينا أحب الصالحين وكذا المدينة في الآخر وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا سوين في البضاعة ولكن الرئيس الإمام أحمد إنك اللي يحضر شو سينا إن يستحب الصالحين وأنت منهم تحمل الصالحين شديون السيسن لعلهم أن ينالوا بك شفاعة وتبغض من تجارته المعاصي عافاك الله من شر البضاعة الرئيس الجواب أكني وثا وقيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وألحقنا بالصالحين ثورة انسحب جيش المشركين من أرض المعركة روحا للحل بشهدوا غنر مكة سيمكان يدوسان بظن ريوم بمكان اسمه حمراء الأسد
ذين أبو سفيان ذي تزم سي قرية عجبة شو ثرب حب ثنغام خيران الصحابة ثنغام خيران جنس المن ولكن بغات تنغم محمد صلى الله عليه وسلم ما دامو تنغي مالا صافي صفر ما دامو تنغي مالا صافي مازال الرسالة تكمل شحال العذاب نساد سي مكة غال مثل مدينة 450 كيلومتر ماشي شوطة جماعة الخير ماشي في ليزافيون ماشي في كاميونان او فوغار او في عاودي ولا في البعير في لغمان وكذا الى اخره ماشي اللي سهلا نسد بعد كي نسد الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا متنغي مالا صفتي تزم ابو سفيان ومن معه الشعراء انتقن وكذا الى اخره والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا يسعى واش تسوي الاخبار الى اخره بلغه ذلك ويبغى يخدم يوسف الحاجه داخله فيما يسمى ب رفع الروح المعنويه للمسلمين خطر يوم يفث يخسر يرز داخل كوتي بسيشيكا يمي لا يروح ديك السنتين لا يوار داير ياكل الدونيف وين راك الشمن ياكل الخدمه اما التجاره الا قال لي فور هذيك الشمس لي سبيري دو فانكر الا قال لي الشم بلي سبيري دو فانكر معناتها بذهنيه الفائز ما الا القرايه الا قال لي الشم اكن يقوى ما يكشم يضعف هذا يخسر اما دي التجاره الى قال الروح المعنويه مهمه الصحابه رزم جرحا خسرا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يبغي هاد المقوله كي ديالنا ابي سفيان الى اخره ويبغى يرفع الروح المعنويه جنس المن ضرب غزوه احد ضرب راس السبت مازال ارتاح ازكى من الحد ينسي الله الجيش ينسي هو قال الشركين دي غزوه احد فقط وقالوا الشركين راه خاطئ وقال كان الشركين غاس للهزيمة غاس ثوثن غاس جرحا يلا نروح نقابل العدو الا وين ساعة الكورة جاري قابل امشي ظلي لس القوة نهزم وساقا نروح نقابل ابو سفيان ونقابل خالد بن الوليد ونقابل كل القيادة اللي في القرانين من قادة قريش عددا العدة والعدد وكذا ومعنويتهم قوية نكون اقل في حالة الهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم اثن قافل يوم الاحد ازكاني مباشره يعني سو قال لك الشركن ذي غزوه احد اظلي السبت الساقي الحد نروح الى حمر الاسد ذينا خاطر يسعى الاخبار باذن الله ولكن سبحان الله فاستجابوا جميعا لنداء الجهاد فقد سجلتها كتب السير ولاش ميسيرنا الجهاد استعفوا تروا جور الكونجي روح الطبيب غادي يخدم اسمي ساكن كونجي مالادي ولاش إليش جميع الصحابة أكن ملا لبوا نداء الجهاد روحنا إلى حمراء الأسد وطبعا هؤلاء يعني قريش على رأسهم أبو سفيان وغيرهم وكذاكي انسحب وفغينا الحرب وفغينا الحرب معناتها اسمي نسحبوا وكشي من هذه الحرب كنا النبي عليه الصلاه والسلام ثغى الحرب بارده بين قوسين بلغه العصر المسلمون اسمي ولا المشركين رولا وثقي الحرب النفسيه وغال المسلمين غسل الهزيمه ولكن وغال نفسيا سعان معنويات مرتفعه وغال ندغى المدينه المنوره بروح معنويه قويه وثاقي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم باش اسمي قوي الجهاز المناعة نسن الداخلي كوتي مورال بسيشيك لا بسيكولوجي نسن تيلي الجهد اتي تقوى خاطر مازال الرسالة مستمرة ولكن بعد يتمثل نزلت آيات كثيرة أخطأ بعض الآيات في حدود ما تبقى من الوقت اختار بعض الآيات مثلا مدينة رب سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الدول مدينة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مع انتهى رب سبحانه أشار في الآية 137 من سورة العمران إلى موضوع السنن ده شو المعنى السنن معنى القوانين الضابطة لحركة الناس لحركة المخلوقات وسائر وجميع الكائنات إلى آخره وسنن نجي لأن السنن في المجتمع
لذ سنن في الكون لذ سنن إكس الحيلة كوغوري طيجي ثران البحور الضيور كل شيء هذا الحركة نخدم لكني بالسنن كل شيء ربي سبحانه يخدم السنن سنن الهزيمة اللات سنن الانتصار اللات ما نذبع السنن الانتصار أنا انتصر ما نذبع على سنن الانتصار أنا انهزم المدينة ربي سبحانه عز وجل ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون غسق كنت خسر في المعركة إلى آخره ورتسيس السير رحمة ربي ورحت زنف وأنتم الأعلون الشنون علي خطر أقلكني ذوك الدين علي إن كنتم مؤمنين صافي شرط النصر الإيمان المدينة ربي سبحانه بعد إن يمسسكم قرح يعني تجرحمت وقرحام يعدف لون الفطر ذم قران في غزوة أحد إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ماشي ذي مزورة ماشي ذي مقورة تعدق فيها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ثلا غزوة بدر انتصرتم فانتصرم غزوة أحد تنهزمم أخطر تطبيق مال السنة من السنن وهي عدم احترام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرومات اللي كانوا على جبل الرومات كما ذكرنا وكثير نحفظ في غزوة أحد هذا إناد رب سبحانه قد خلت من قبلكم سنن يعني لا تتغير لا تعرف المجاملات وهي غالبة وهي غلابة لا تتخلف ولا تتأخر ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وكذا والله رب سبحانه لا تتحول لا تتبدل لا تتغير قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ألمين سنة رب سبحانه مع ذلك ذوثا ولا تهينوا ولا تحزنوا غسق لكم ذي الحالة تزرم سمشي ذلا ورحت زنث ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بمعنى ربي سبحانه أكون ينصر أذير في الشنون ميلة تفند الإيمان المدينة ربي سبحانه في الآية قالوا في الآية 140 من سورة آل عمران إن يمسسكم قرح ميلة يضريون القرح يكون قرحا الهزيمة يقين أحد فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قواعد ذهبية سنن راهي سجلتها بعض آيات سورة العمران بشأن غزوة أحد والآن نظرتنا الأخيرة في درس اليوم الأمة النخ الأمة سلمث التي يفترض أن تنال درجة الأستاذية أقلغ الأمة تهرد ونهرد لا مثيل له على المستوى الحضاري بشكل عام الأمة ما هيش بخير ولكن ذا شو الدواء خطر لا ياس قال خلاص خلات فرات ما كان والو لا أنغر الآية ثقي أن ذوي الجروحنا حتى ذا الدواء والله هاش والأوردونونس ذا الدواء إني أما كنت تريد نزل الأمة ماشي بخير أما سيس من ذيك وأن الدين أنت مخلف سيس من الدين ذا هو الدو الدين ذيك وصور سيف الإسلام وكان سيف الإسلام تنعم ماشي ولدي نسلم ودا كافريو ألا ينسلم وكذي نسلم طاق على من طاق أمشي رين الصرب أمشي يريد كان أمشي مستحيل خطر ذاك مخالفة للسنن أما ما نظرك في الجهاد وكذا إلى آخره إلا وعذا والربي إلا وحبيب الربي سنور ما ضرب بذي نصر حبيبي لكني كان دي الثورة ثان قالوا القرن 32 سنة تفا فرنسا ففرنسا شو تفا ورنسي الإسلاح عام قرآن ونسي مقرآن القيادة نظرني فلاحان في فلاحين ربي عوني ثن إفكاد ربي النصر خطت هي قواعد النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله كما قال القرآن إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إلى آخر الآيات التي تعرفونها جميعا
لذلك الأمة عساكي ما تبغى تداوي مالي ستوغل ربي سبحانه وتوالى النبي صلى الله عليه وسلم باش نكساو كير طبيعات نكساو كير الهموم ياك ونساع وكذا وكذا أم بعد ربي غدي ولي ستنا الرحمة لين غرى الآياكي أذ يرتاح ولو النغ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله حتى ترى المسافات تتقلص 14 قرن روحا سيتورا نشدت مباشرة إلى غزوة أحد وكن النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه يود السبلة جبل أحد فهتزي شدنا جبل أحد يحبنا ونحبه يحبنا ونحبه يقول وسيلة نتسى أو كبو بكر الصديق أو كالعثمان أو كذا علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب بعد يحرش كامل أحد إنس أثبت أحد أثبت أحد إنس سفليه نبي وصديق وشهيدان وقبلك نبي تنسى صلى الله عليه وسلم صديق أبو بكر الصديق شهيدان عمر بن الخطاب شهيد المحراب استشهد في المحراب أكل عثمان بن عفان وزرى كيف استشهد والمصحف بين يديه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إثما سنشر الدرس وايض أن الشمذي غزوات أيضا مهمة جاول ثلوي ثلاثة ميليث وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله.